مثلت الكثبان الضخمة في صحراء الربع الخالي فخاً من الرمال للعديد من الشاحنات اليوم ضمن مجريات المرحلة 11 من رالي داكار. تبدو الصورة أحياناً وكأن عملاقاً يلعب بسياراته الصغيرة على رمال شكلت فصلاً جديداً في داكار. أحرز مارتن ماشيك تقدماً ملحوظاً في نهاية المرحلة اليوم حيث يحتل المركز الخامس في الترتيب العام. لقد رزقت بمولودتي في الثانية من صباح اليوم، لذا فأنا أسابق من أجلها. أنا سعيد بكل شيء حتى الآن. برز سيارهي فيازوفيتش كأول سائق خارج معسكر كماز يفوز بإحدى المراحل، لكنه متأخر رغم تواجده بالمركز الثالث. طغت ألوان كماز الزرقاء على رالي داكار مع 10 انتصارات حتى الآن، حيث ما يزال إدوارد نيكولاييف ضمن وتيرة جيدة رغم إخفاقه في الدفاع عن لقبه. شاهدت مرحلة اليوم معركة بين أعمدة البيت الواحد جمعت أنتون شيبالوف ودميتري سوتنيكوف، كانت كلمة الحسم فيها للأخير. لكن أندري كاركينوف هو من فرض سيطرته على المرحلة مسجلا فوزه السادس ومتربعا على الصدارة بفارق يناهز 40 دقيقة.